قول لي يا دكتور، يعني انا راصد ان احنا مصر النهارده من اوائل البرامج اللي ناقشت فتحت الملف ده من 2015، وحضرتك كنت ضيفه، الحاج عبد الرحمن شكري كان ضيفه، وكان اخرين، وكان منهم العالم المصري عصام حجي. الى اي مدى كلامي ده مظبوط يا دكتور؟ تقريبا الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه من سنة 15 ايام ما كنت حضرتك شغال في مصر الان. ايوه مصر الان. ايوه صح. اعتقد ان هو اللي احنا ناقشنا فيه، وكانت رؤيتنا واقعية سوداوية حين ذاك. النهاردة الواقع اسود مما توقعنا قبل حوالي 9 سنوات. يعني أنا المفروض أن أنا أعدل من توقعاتي اللي أنا قلتها في 2015 وأنزل بيها لتحت شوية، لأن الواقع أسوأ مما كنت أتوقع. الواقع أسوأ مما كان يتوقع خبير السدود الدكتور، أنا نسيت أقول الأستاذ مصطفى عاشور كمان من الضيوف اللي كانوا معانا من أوائل الملف ده في 2015، ودي شهادة أعتز بيها للدكتور محمد حافظ، انه من اوائل البرامج من ايام مصر الان، ايام ما كنت في مصر الان واحنا فاتحين الملف ده، ساعه ما السيسي وقع وكان معايا مصطفى عاشور، الاستاذ مصطفى عاشور الاعلامي في الجزيره، دكتور محمد حافظ، الحاج عبد الرحمن شكري ربنا يرحمه، وكان اخرين. ولكن الدكتور دلوقتي بيقول لي ان الواقع أسوأ مما كنا نتحدث في 2015. ممكن بعد اذنك بس تخلي المايك قدامك كده دكتور عشان الصوت يطلع اوضح. ايوه يعني ممكن تخليه قدامك كده وتقول لي ازاي الواقع اسوأ. طبعا في حاجات كتيره بتاكد هذا الامر، اهمها ما قاله وزير الري السابق، وزير الري الحالي، بعد ايقاف المفاوضات في ديسمبر الماضي، وانه يعني هو والوفد بتاعه طلعوا قالوا والله احنا مش قادرين نتفاوض مع اثيوبيا، لأن أثيوبيا بتقول لنا انسوا بقى سد النهضة والتفاوض فيه، وتعالوا نفتح الكلام في السدود الجديدة اللي احنا عايزين نبنيها. فالنهاردة أثيوبيا بدأت تروج بشكل قوي جدا من خلال أزراعها الإعلامية، ما حدش يتكلم عن سد النهضة، احنا هنبدأ في السدود الجديدة. فالسدود الجديدة ربما بعد انتهاء الملء الخامس هتلاقي فيه سد جديد طالع، وسد الجديد الطالع ده هيأثر بشكل أسوأ كمان، أو حيزيد المساوئ بتاعة سد النهضة. تاني حاجة، انظر للدولة المصرية، تقلصت مساحة الأرز، زراعة الأرز تقلصت مساحة زراعة القصب، تم القضاء على 12 مليون رأس ماشية لتوفير المياه للأراضي الزراعية، زائد 500,000 حمار مصري تم القضاء عليهم خلال فترة الخمس سنوات ما بين 16 و 21. نص مليون ايه؟ نص مليون يا دكتور؟ نص مليون ايه؟ نص مليون حمار. حمار؟ يس. نص مليون حمار مصري. تم القضاء. بالمناسبة بس عشان الناس فاكرة بنهزر، مرة زرت حديقة حيوان في تركيا، لقيت في الحديقة الحيوان دي حمار مكتوب عليه الحمار المصري، واكتشفت انه لا بجد والله، اكتشفت انه فصيلة نادرة. الله اعلم، ما عنديش فكرة. لا والله، وسألتهم حديقة حيوان والنموذج اللي فيها حمار مصري. على اي حال انا بس خد بالك، الحمار بياكل برسيم، والبرسيم بيحتاج ميه كتير للري، لذلك كانت التوجهات هو القضاء على الثروه الحيوانيه المصريه، وهذا احد اسباب ارتفاع اللحم في مصر، بعد ما كان ب 75 جنيه النهارده ب 450، لان احنا توقفنا عن زراعه البرسيم اللي هو كان يستخدم للماشيه والحمير، ولذلك تم التخلص من هذا علشان ما يظهرش في نقص كبير في بحيره ناصر. فهم يعني خلصوا اكبر مستهلك المياه في الدوله المصريه اللي هي الماشيه والحمير، وقال خلاص البني ادم بقى مش عارفين نتخلص منه، يعني ننتظر شويه يمكن الدور يجي على المواطن نفسه بعد كده.